السلام عليكم زوفلون خوتي خواتاتي، معكم فولان بوحسين مجموعة ريبا فيزيون. حنا فرحانين بزاف بالتواجد ديالنا في المهرجان ديال الشواطئ اللي كتنظموا تصات المغرب، وكنشكروا بزاف في المهرجان، وكنشكروا بزاف الإدارة، وكنشكروا الجمهور والصحافة الحاضرين معنا. وكما هو معروف يعني مهرجان الشواطئ الحمد لله هذه ماشي المرة أول مرة غادي نجيو، تقريبا هذه هي المرة الرابعة اللي كنجيو لمهرجان الشواطئ، اللي واحد المهرجان اللي هو مميز، واحد المهرجان اللي فريمون كيحضروا ليه كما تنقولوا بزاف ديال الزوار كيحضروا المنطقة. كما هو معروف على المضيق واحد المدينه جميله معروفه بالبحر، كما كيجيو الناس من المغرب وخارج المغرب، وفريمون كيكون واحد الفايب سبيسيال تاع القضيه الجمهور اللي كاين في المضيق، اللي بزاف كيعجبني انه زعما كيحب جميع الانماط الموسيقيه، خاصه بان مجموعه ريبا فيزيون واحد المجموعه اللي كتمزج بين الثقافه المغربيه الامازيغيه وموسيقى العالم، وهذا اللي كيعجبنا بزاف اننا كنجيو هنا كنلقاو راسنا هنا، كنتقوا الروح ديالنا هنا مع الجمهور، وكيكون واحد التجاوب جميل جدا. بالنسبه للجديد مجموعه ريبا فيزيون ان شاء الله كاين القريب، كاين كما تنقول حنا على القريب العاجل ان شاء الله، كاين واحد الكليب اللي غيتصدر ان شاء الله قريبا، كما كاين جولات في الجنوب وفي الشمال ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعني الناس يتفاعلوا معنا، والناس يدخلوا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي راه غادي يلقاو كاع الجديد اللي كاين، والانستغرام تيك توك وفيسبوك راه غيكون ان شاء الله كاع يعني الجديد اللي كنلوحوا راه يتلقاو تما. كلمه اخيره، اول حاجه كنشكر هيبا بريس اللي فريمون واحد يعني واحد اللي كما تنقولوا حنايا يعني واحد المنبر اعلامي اللي فريمون يعني كنشوف فيه حوايج زوينين، كما كيعطي فرصه يعني للشباب، كيعطي فرصه لبزاف الناس اللي عندهم حاجه زوينه كيقدموا اشياء جميله يعني للجمهور المغربي، وخاصه الناس اللي كاينين في الجاليه المغربيه ولا داخل البلاد. عاوده كنقول للجمهور ديال الشمالي كنقول تبارك الله عليكم وشكرا بزاف، راكم ناشطين. وكما هو معروف هاد الايامات راه ماشي غير جمهور الشمال، مي راه كاين حتى الناس من الجنوب اللي جاوا للمضيق، كاين جاوا من الصحراء، الناس جاوا من برا الجاليه المغربيه. كنقول لهم كاملون تبارك الله عليكم، استاش لحيت راهم تيني غتان ميرت ازول الي تندينا حضيرا في الجيش. صحة السلام عليكم، حنايا من مدينه الرباط وجينا لهذا المهرجان، هذا مهرجان زوين والله يحفظ. تنشكروا تيسيرات المغرب، شكرا تيسيرات المغرب. هاك الحفل جاني واعر، وهاك جيت انا من مدينه فاس، فنان جاني رائع، والحفل بالطبع في مدينه المضيق رائع جدا، وكانت تحيه لجميع فنانين المغرب. مهرجان واعر بزاف، مهرجان بزاف واعر، بزاف واعر معلم، مهرجان واعر. مدينه فاس عجبني هذا الجمهور، هذا جمهور اتصالات مدينة زوينة، مدينة المضيق زوينة بزاف، مهرجان زوين بزاف بزاف، وديما لايك ديما لايك لايك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.